I was watching TV. And I seen a back to school ad. I don't want to go back. بعد شوي نفتح ملف النقل البري، آخر التحذيرات الاستعدادات، وخاصة أنه مباشرة بعد العيد يكون التحذير متواصل للعودة المدرسية والجامعية. فرحانين بالعودة المدرسية؟ العودة المدرسية تعتبر العودة المدرسية كابوس يخاف منه التلاميذ التونسيون بنسبة 99.99%. يو عسى مرحبا بكم في قناة نبيل النجاري، وسامحوني كان عندي مدة ما هبطش فيديوهات خاطر كنت لاهي في حكايات ما بتعرفوا عيد وفازات كل شيء. اوكي كي شفت الرومتريس كلها قربت كل شيء حبيت نعمل لكم فيديو قصير نوضح لكم فيه معناها شنو الحكايات اللي يعملهم التلميذ التونسي في رومتريس كلها. وما أنا نتحدث على العودة المدرسية أكيد باش نحكوا على الأدوات المدرسية. قهبوك مسكين حال المروحه من ألف حاجة وحاجة باش يجي لك الكرتابة والكتب وقفازتك كلها الأخر ولده يجيب 6.5 معدل. وزيد جات بنتي محرتني على قضية المكتب الكتب والكرارس الكتب والكرارس والقراية ربي يجيبها. بعد ما كنت تفيق الأربعة متاع العشية باش تولي تفيق 7 متاع الصباح. وما فهمتش بربي في القراية فسروا لي فما حكاية ما فهمتهاش عليه في الأيامات العادية في العطلة النهار يتعدى في 40 دقيقة النهار اللي تبدأ تقرأ فيه يتعدى في 48 ساعة في العادة نحكوا حتى لما اللي موجودين معك بالكلاس عندك الأنواع معروفين هو قديمة مدى الحياة ما يتنحوش. النوع الأول القراء عادة يلبس لينات وديما يجي بكري وتلقاه يفسخ في الصبور. النوع الثاني إلا علاقة بالقراية تلقاه يجي مخر يقعمس في الطاولة الأخرى وديما بمشاكل ديما يتعرك مول بروف. والنوع الثالث عادة تلقاها طفلة تاكل برشا تشري 10 كيلو كاكي 10 كيلو شوكولاتة ساعتين عربية تخرج منها في ربع ساعة الأولى. النوع الرابع الإنسان البيداغوجي البيداغوجي هذا وديما يقول لك ما نحضرش وتلقاه يجيب في مويا ديما يكركر يجي ريتار وكل شيء وتلقاه في خلعان وينجح. هكا إنسان بيداغوجي ما تخلطاش ما تلبسش معاه خاطر مش باش يفيدك في حد شيء بالعكس باش يجي عطلة. وعندي ليكم نصيحة كيفاش تهز بيه أسهل طريقة سهلة برشا قمر طفلة طفلة تكون كبيرة تقرأ تروازيام بار وتكون نحليلتها ومزيانة وشابة تمشي للقيم هي تدخل وانت وراها هي تهز بيه وانت تقمص بجنبها سلام بنتي عايشك سلام بالله هي أمس مشيتش مرضت كل شيء أمي توفت وخالي توفت وبابا توفى وكلهم توفت العيلة كلها توفت مسيرة في المحطة مش كنت بدي تفضل خذ بيه هي معاها معاها في هز بيه صحيح تفضل ولد بيه. نعرف الفيديو قصير وكل شيء إن شاء الله نوعدكم فيديوهات يكونوا خير من هكا وتلقاوه في الفيديو الجاي على قناة نبيل النجاري. مانيش من القراية خليني نبطل القراية قراية ماش نهبني صيك.